عاشت عبير تجربة الموت 100 مرة قبل أن تنتشل الشابة السورية البالغة من العمر 25 عاماً من تحت الأنقاض بعد 180 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط فبراير، وتوقف قلبها عن الخفقان قبل أن يتم إنعاشه في خيمة مستشفى ميداني في هاتاي، إحدى محافظات جنوب تركيا الأكثر تضرراً من الكارثة. عبير هي واحدة من عشرات آلاف الأشخاص الذين أصيبوا جراء زلزال 6 شباط فبراير الذي ضرب جنوب شرق تركيا بقوة 7.8 درجات وتبعته هزات ارتدادية وخلف أكثر من 35,000 قتيل وفق حصيلة لا تزال أولية. Bu saatlerde enkaz altından hasta yaralı çıkarmak zaten bir mucize. Sabah çıkardığımız hastanın genel durumu iyiydi ancak son 3-4 hastanın durumları biraz daha kritikti. Yani bu saatlerde takdir edersiniz ki hastalar daha ağır çıkacak. Kiminin artık acil müdahalenin yani ileri kardiyak yaşam desteğinin verilmesi gerekecek hastalar olacaklardı bu saatlerden sonra. ورغم البرد القارس يحتمل أن يكون بعض الضحايا عالقين في جيب آمن تحت الأنقاض، وأن يكون حتى معهم طعام وماء رغم تأكيد أيدين أن ذلك نادر الحدوث. Havanın soğuk olması, yaşam üçgeninde beslenme veya sıvı gıda ya erişim olma imkanı bu nadir görülüyor ama hastaların daha uzun sürede enkaz altında kalmasına sebep oluyor ve biz ulaştığımızda bu hastaları canlı bir şekilde alıp hemen hastanelere yetiştiriyoruz. بعد بضع دقائق وضعت عبير على نقالة ونقلت إلى سيارة إسعاف، لكن بينما كانت مروحية تنتظر نقلها إلى مستشفى في أضنة على بعد 200 كيلومتر تدهورت حالتها الصحية مرة أخرى. في هذه الحالة سيتولى أطباء أضنة مراقبة وضعها الصحي، لكنها ليست الشخص الوحيد الذي يواجه مصيرا مجهولا.